السلام عليكم. إن شاء الله هسه بهذا الفيديو راح نبلش بشرح شابتر 8. شابتر 8 هو عبارة عن Vertical Stress Increase in Soil. هسه من اسم الشابتر هو Vertical Stress Increase. هسه احنا بنعرف انه لما كان عندي مثلا Footing هون بغض النظر كيف الشكل عندي، كنا نحكي انه لو بدي الستريس هون كنا نحكي هو عبارة عن جاما في H، وهون نزيد له جاما H، وهون جاما اتش والى اخره. طيب او جاما زد يعني. طيب هسه بدنا نركز على شغله، نركز انه هسه احنا هون كنا عاملين الستريس يعني فعليا ديو تو سويل، السويل نفسه، وزن السويل نفسه. طيب هسه احنا ممكن نحط فوتنج فوق السويل، شو بتعرف بصير في ستريس زياده؟ منطق، انت عندك طاوله وزنها لحالها بعملها ستريس، طب اذا انا ضغطها بزياده رح تصير عليها ستريس زياده، فهذا اسمه ستريس انكريز. الهدف من هذا الشابتر ان نحسب الزياده بالفيرتيكال ستريس وليس الفيرتيكال ستريس فبالتالي احنا عندنا عده حالات عشان يصير عندي او اللي بدنا ندرسها بالستريس انكريز. عندي حالات البوينت لود، السيركولر لود، الفيرتيكال لاين لود، الستريب لود، ريكتانجل لودد لود، والامباكتمنت تايب اوف لودنج. فبالتالي احنا هنركز تقريبا على هذول الاربعه وراح نتصفح من الكتاب البقيه، ولكن يعني المطلوب من عند ماده الدكتور هون هي الاربعه هذول. طيب مثل ما اتفقنا سابقا انه احنا لما نصمم الفاونديشن بنصممها، او احنا الفاونديشن هي اليمنت هدفه انه ينقل الاحمال من الكولوم الى السويل بامان، وحكينا انه احنا بنصمم بناء على شغلتين، على البيرنج كاباسيتي. احنا الحمد لله خلصنا كل سوالف البيرنج كاباسيتي، وعندنا السيتلمنت لسه ما دخلنا فيه، ان شاء الله راح يكون ماده الفاينل. طيب فحكينا هاي المعلومه، هاي الاحمال حكينا عنها سابقا. طيب نبلش بالبوينت لود. بحكي لي في عندي عالم، هذا العالم حكى لي انه الستريس انكريز بالنسبه للبوينت اي. وين البوينت اي؟ هي البوينت اي مثلا، او اسقاطها هون، هي هون. شو حكى لي؟ حكالي انه اذا بدي الستريس انكريز بسببها بناء على بوينت لود، بناء بوينت لود، هاي البوينت لود، هاي البوينت لود. بحكي لي بينعطى بالعلاقه الثانيه، خلص ما نحفظ القانون او هو معنا شيء بالامتحان. دلتا ستريس هو 3 بي على 2 باي زد تربيع على 1 زائد ار على زد الكل تربيع قوه 2.5 اللي هي 5/2، حيث الار هي جذر الاكس تربيع زائد واي تربيع. يعني اذا كان عندي زي هاي الحاله فأنا بدي أحسب المسافة X وبدي أحسب المسافة Y، فتحت الجذر بيعطيني المسافة R اللي هو تقريبا مثلث، والزد هي الدبث للبوينت، الدبث للبوينت. طيب فهم قاعد بحكي لي إنه كل ما زاد الدبث بزيد الفيرتيكال ستريس، منطقي. طيب كل ما زاد الدبث بزيد، أو لا كل ما زاد الدبث بقل الفيرتيكال ستريس انكريز. طيب في عندي السيركولر لودد اريا، السيركولر لودد اريا بيقول لي في عندي شيء اسمه دلتا ستريس على كيو اللي هو انفلونس فاكتور. عندي هذا قانون الدلتا ستريس ديو تو ذا سيركولر لودنج، البي هي الديميتر لللود، هو انا فرض انه لود هاي، والزد اللي هو العمق الدبث، الدبث للبوينت اللي بحسب لها. طبعا ممكن اريح حالي انه انا بدي احسب فيرتيكال ستريس فبجيب كيو نوت بضربها في اي، حيث من وين بجيبهم؟ بجيبهم من التابل هذا، من التابل هذا بشوف الار على بيع 2 وزد على بيع 2، الرقم هو هذا هو الاي، الاي هاي بضربها بكيو بطلع مين؟ بطلع السيجما او الدلتا ستريس انكريز. ريكتانجولر لودد اريا، ريكتانجولر لودد اريا في عندي طريقتين للحل. في عندي او الاشي الاساسي لهي الطريقه انه يكون عندي اول اشي اللود هو ريكتانجل، والثاني انه النقطة تكون على الكورنر وبس، يعني هاي شروطها، انه يكون عند اللود موزع، والثاني انه القاعدة مستطيلة او مربعة، والثالث انه اللود على الكورنر. فبحكي لي الدلتا ستريس عندي بناء على علاقة التكامل هاي. المهم بعد النهاية بطلع الاي، الاي بناء على ام وان، حيث الام هي بي على زد وان على زد. طبعا انا هون ماشي بالشرح سريع جدا لانه لسه انا بتصفح تصفح، احنا راح نبدع بالامثله ان شاء الله. طيب فهاي حسب قيمه الان، قيمه الام والان، بجيب قيمه اي ومن الاي بضربها بكيو ويعطيكم
العافية. وهذا هو الشابتر، شابتر جدا سهل، وايد جداول عندي. طيب هسه حكينا هذا، إذا كانت عندي النقطة بالكورنر، النقطة وين بالكورنر؟ يعني فرضنا هون هاي الفوتنج عندي أو اللود، اللود النقطة إيه هيها؟ يعني إذا بتلاحظونها على الكورنر، على الكورنر هذا، فبالتالي شو قلنا؟ قلنا الآي بتعتمد على أم وبتعتمد على أن، حيث أم هي بي على زد، بي اللي هي عرض القاعدة مثلا، والأن هي أل على زد اللي هي طول القاعدة على زد، وبجيب الرقم وبضربه بالكيو. تقول لي تمام، بقول طب افرض اللود ما كان بالسنتر، يعني مثلا قال لي احسب عند النقطة O. هون راح نأجلها شوي، ممكن الفيديو هذا ممكن الفيديو الجاي، ممكن نخلص التشابتر فيديو واحد وتشابتر يكون أو فيديو لحل أسئلة. إذا كانت مش هون، بس بكل بساطة لازم أعمل أشكال بحيث هاي الأشكال تكون النقطة عنده على الزاوية. طبعا في عندي عدة حالات، إن هاي الحالة السهلة، الحالة العامة، وبعدين بحسب I لهذا، I لهذا، I لهذا، وI لهذا، بجمعهم بضربه بكيو بطلع سيجما ستريس. طبعا هاي طريقة. في الطريقة الثانية اللي هي الابروكسيميت ميثود، الابروكسيميت ميثود اللي هي الطريقة التقريبية. الطريقة التقريبية هي بسموها 2-1 ميثود، 2-1 ميثود، 2-1 ميثود، اللي هي انه في عندي بفرض انه انا الستريس اللي عندي تبع الفوتنج بميل بميلان 2-1، 2 فيرتيكال و1 هوريزونتال. فبالتالي بصير عندي انه بصير افرض انه البي تبعت القاعدة هي بي زائد زد، وكذلك لجوا ال بتصير ال زائد زد، يعني بتصير وكأنها هرم، بتصير وكأنها هرم. فبالتالي القانون عندي هذا، القانون عندي هذا. واذا عندي لود انفينيتي لينكث بشيل ال. طيب، او ممكن هاي القيمة هي نفسها قوة المركزة، وفي عليها اكزامبل، ما راح اتطرق الاكزامبل هسه. فهي الملخص للثلاث حالات الاولى، والامباكتمنت، الامباكتمنت اللي هي زي ما نلاحظون زي الطبقات التربية مثلا، زي شارع أو رصيف أو إلى آخره، أو قطار، يعني لود عالي بدها. عندي قانون الستريس انكريز، عندي هذا القانون، حيث هذا القانون بخص الشكل هذا، بخص الشكل هذا، أو بقول كيو في آي، والآي بجيبها من الرسمة. طيب، وهو يفضل أنك تجيبها من كيو في آي داش، لأنه يعني صعب هذا القانون، في ألفة ومش ألفة وزوايا ممكن ما أقدر أحصلهم. المهم انسوا، المهم الفكرة أنه هذا القانون للشكل هذا. طب لو ما كانش الشكل زي هيك، لازم أعمل الشكل زي هيك بطريقة أو ما، زي فكرة الريكتانجل لما نأخذها إن شاء الله. طيب، وكان برضو عندي هون مثال، وهيو بأخذ الآي من الرسمات وبس. طيب الموضوع الأخير مش هسه، طيب هسه إن شاء الله حكينا عن الموضوع على الشابتر، خلينا نشوف من الكتاب نتصفح ونحل البروبلم. نفس الاشياء، ستريس تو كونسنتريتد لود، هاي قانونه حكينا عنه، نفس السلايدات، وهذا السيركلر، وهي جداولها، هي هاي قيمه الانفلونس فاكتور، بشوف القيمه هاي وبشوف القيمه هاي وباخذ القيم اللي جوا بضربها. واللاين لود ما حكينا عن اللاين لود، هو مش مطلوب منه، ولكن ستريس ديو تو اللاين لود هو بنفس الفكرة، كيو زد اكس زائد زد تربيع اكس، اللي هو طول اللاين لود، طول اللاين لود، او يعني قد ما هو اللاين لود، يعني كأنه في عندي لود زي هيك، لود لاين زي هيك، فالمسافة اكس هي بعده عن البوينت. طيب، وفي عندي نفس الشيء انفلونس فاكتور، في عندي ستريب لود زي هيك، فهذا قانونه، او خلاص مش مطلوب يعني، بناء أكثر صعب. طيب، في عندي بناء infinity length أو infinity width، هيو في x و z و b، تقدر تصفوهم، هذول مش موجودين بسلايدات فما راح نتطرق لهم. rectangular area حكينا عنها، والimpactment تحت. طيب، هسا احنا بدنا نصير نفتح صفحات ونحل problems. طبعا البروبلمز مش راح تكون من الكتاب، ولكن البروبلم اللي من الكتاب راح يكون في فيديو منفصل بس، لكن بنعرف انه في فيديوهات للشرح وفيها اكزامبل وفي فيديوهات فيها بروبلم. طيب هسه بحكي لي عندي اكزامبل، بيقول لي مثلا في عندي شكل زي هيك، بحكي له في عندي هون لود 800 كيلو نيوتن، وعندي هون لود على نفس المستوى 1000 كيلو نيوتن. بحكي لي هون عندي نقطة اسمها ايه، طبعا النقطة هاي هي بيلو بوينت 1، وعندي نقطة اسمها بي جاية هون اسمها
بي، وهاي المسافة معطيني إياها 4 متر، ومعطيني هاي المسافة 10 متر. بيقول لي احسب الستريس انكريز عند النقطة A واحسب الستريس انكريز عند النقطة B. طيب سؤال سهل جدا، نحل A أول شيء، يعني نفتح صفحة 4.A، 4.A شو بعمل؟ بحكي بشوف من اللود 800 وبشوف من اللود 1000. طيب بخصوص النقطة A، بخصوص اللود 800 شو خصائصه؟ خصائصه أول شيء النقطة A ثابتة، الزد لها 10 متر. الـ R بالنسبة للود 800 هي صفر، ما في مسافة أفقية. طيب هسا بخصوص النقطة B، أو هي بخصوص اللود 800، بخصوص اللود 1000، فالـ R إله هي المسافة هاي واللي هي 8 متر، 8 متر. الزد ما فيش، النقطة A الزد لها 10، من النقطة B اللود 800 الـ R إله 8، واللود 1000 الـ R إله 0 لأنه هو جاي عليها بالضبط. طيب فبالتالي لما أجي أحلها حسب القانون، حسب القانون نرجع للقانون، أو خلنا نجيب القانون من وراء. شوي نرجع القانون، رجعنا كثير مشكلة. أيوة 3B على 2 باي على هاي. طيب دلتا ستريس بالنسبة لـ A بتكون عبارة عندي عن 3B، 3B البي الأولى 800 عندي، 3 800 2 باي زد تربيع، الزد لها 10، أيوة في 1 زائد R على زد، R على زد، R بالنسبة للود الأول هي 0، فصفر على 10 الكل تربيع قوة 2.5، فهاي كلها 1، كلها 1 زائد 3B الفورس الثانية 1000 على 2 باي الزد 10 ما تغيرت، 1 زائد الار لها اللود 1000 8 على 10 كل تربيع قوة 5 2.5. تحسبها بتطلع معك 5.2 كيلو نيوتن على متر مربع. طيب بخصوص الستريس عند البي تساوي 3 في 800 اللود الأول، 2 باي الزد لها 4 متر، تربيع على 1 زائد الار للود 800 هي 8 متر على 4 الكل تربيع قوة 2.5 زائد 3 في 1000 اللود الثاني 1 × 2 × 4 × 1. ليش 1؟ ليه نفس الحالة هاي بتصير. طيب بطلع معكم 30.26 كيلو نيوتن على متر مربع. طيب فهي هيك الفكرة، يعني هي هيك الفكرة. طيب خلينا نشوف السيركلر مع الإكزامبل، مش مهم كثير، فبنركز على الريكتانجل. خلينا نشوف الريكتانجل أول شيء، يعني أنا ما بدي تركز كيف نطلع الآي وشو الأم وشو الهاي، بدنا نركز على كيف نقسم الأشكال، نقسم كيف نقسم الأشكال. إذا عرفنا كيف نقسم الأشكال فالأمور إن شاء الله سهلة، الأمور إن شاء الله سهلة. بس قبل هيك خلينا نشوف مثال على الطريقة السهلة اللي هي 2-1 method. بحكي لي في عندي احسب الستريس انكريز لا سويل الدبث له، 5 متر عند اللود 250 كيلو نيوتن. بحكي لي اذا الفوتينج هي عبارة عن 3 × 4 متر،
استعمل use to one method. طيب هسا في فكرة هون، هسا احنا اتفقنا تبع to one method هو هذا q في b في l، ف q في b في l هي b، فبالتالي القانون عندي راح يكون b على b زائد z في l زائد z، فالبي هي 250، البي 3، الزد 5 مضروب في 4 زائد 5 وتساوي عندي 3.47 كيلو نيوتن على متر مربع. طيب هاي، او بنقدر نقول القانون الثاني اللي هو كيو تساوي 250 على 3 في 4 واحل. طبعا هذا الاشي راح نستعمله اذا نستعمل الطريقة هاي، نستعمل هاي الطريقة، بس هو ما حدد لي وين النقطة او كذا، فمش راح اكتر. طيب هسه زي ما اتفقنا بدنا نرجع لطريقة الاي هاي ونشوف كيف بدنا نقسم الاشكال، كيف يعني كيف نقسم الاشكال. لو جينا حكينا كان عندي فوتينج زي هيك، هذا اللود، هذا اللود إلو بي وإلو إلو ال، قصدي ال هو دائما طول هذا، وهذا البي. حكيت لك احسب لي الستريس انكريز هون، فمباشرة بتقول لي الاي لهذا الشكل، بتحكي الام بتساوي بي على زد، والان بتساوي ال على زد، بتطلع اي، وبعدين بتقول كيو دلتا ستريس هي الكيو اللي هي البي على اريا، هي بي في زد، بي على اريا خلاص بغض النظر في اي، كلك تمام. طب لو جينا حكينا عندي اللود زي هيك، حكيت لك اللود في السنتر، اللود وينه؟ بالسنتر. اللود بالسنتر يعني اللود هيك جاي، مبين انه بالسنتر يعني، ها اوضح لك اكثر. انا 2 انا 2 بي 2 ب 2. تعال شو بصير هون، بصير هون انه هاي الاي، هاي اي 2، هاي اي 3، وهاي اي 4. اي 1 راح تساوي اي 2 راح تساوي اي 3 راح تساوي اي 4. ليش؟ لانه هو بيعتمد على الزد، الزد ثابته والمسافات ثابته. ترى بقدر انه اقول الدلتا ستريس، الدلتا ستريس هو كيو في 4i، يعني خلص بحسب لوحدة وخلص تمام. طيب هاي الحالة الثانية، الحالة الأولى تكون الزاوية جاهزة، الحالة الثانية، الحالة الثانية إن أطلع ال أطلع الآي، الحالة الثالثة ولنفرض إنه كانت عندي النقطة مثلا جاي زايحة هون، مش بالنص، شو بسوي؟ بسوي كالتالي، بصير أرسم أشكال بحيث النقطة هاي لو سميناها ايه هي كورنر للأشكال هاي. كيف يعني؟ يعني مثلا لو أنا عملت شكل زي هيك فعندي هذا I1، لو عملت شكل زي هيك I هو اللي أطلع له I، يعني هاي مثلا B1 Z1. طيب هون بكون شكل ثاني، هي زاويته النقطة موجودة عليه، فهو B2 Z، مش Z2، L2 آسف، L2. ونفس الشيء عملت شكل زي هيك هذا يكون I3 إلو L3 بنفس اللحظة، هو نفسه B1، وهذا I4 إلو نفس L3، بس هذا الشكل مش نفسه. ليش؟ إنه B1 مش ممكن تكون B2 أصلا، نفسه بصير برجع للسنتر. فتالي شو بعمل؟ بقول Q بضل آخر بضل دلتا ستريس عبارة عن Q في I1 زائد I2 زائد I3 زائد I4. كيف بطلع ال I؟ I1 راح تكون عبارة عن B1، أعرف راح تكون عندي M1 تساوي B1 على Z، N1 تساوي L1 على Z، منهم بطلع I1 وهيك وإلى آخره. طيب في عندي حالات أخرى، مثلا مثلا كانت عندي
الشكل هيك. وهذا ترى موجود بكتاب، مش عارف اذا بنفس كتابنا ولا لا، ولكن انا شفت الكتاب زمان. A B C D مثلا، هذا الشكل. حكى لي احسب لي، وهذا اجاب الامتحانات سابقا، اجي حكى لي احسب لي الفيرتيكال ستريس عند النقطة E. راح تقول طب E مش بالقاعدة، كلك عادي فلسفة، يعني انا القاعدة هون بس اشوف شو صار بالتربة هون، شو صار بالستريس فيها. بقول لك بالحالة هاي انت بدك تعمل، احنا اتفقنا لازم E تكون كورنر، E مش كورنر الشكل هذا. كيف بدي اخلي كورنر؟ بقول لك عادي بمد الشكل زي هيك، ها بمده زي هيك، بصير عندي شكل كبير لو سميناها النقطة F، رح يكون في عندي شكل كبير I1 من المستطيل اللي اسمه A C E F، ورح يكون يعني الشكل الكبير باللون الأحمر تكتبه اسمه I1، والشكل الصغير هذا له إيش؟ I2. وفي عندي I2 من الشكل اللي اسمه B D E F، الشكل اللي اسمه بي دي اي اف. فبالتالي الاي 1 يعني الشكل الكبير، يعني هاي كامله يكون اسمها ال، وهاي كامله اسمها بي، هاي بي 1 ال 1، وهاي الصغيره اسمها ال 2، وهاي الصغيره اسمها بي 2. ولكن الستريس انكريز حيكون عباره عن كيو في اي 1 ناقص اي 2. ليش؟ لأن I2 هو شكل تخيلي، هو شكل تخيلي. فبالتالي شو بدي أعمل؟ شو بدي أعمل؟ أي شيء تخيلي، يعني أي شيء أنا بعمله زيادة بصير فيه طرح، بصير فيه طرح. طيب لو فرضنا عندي مثلا الشكل هذا، عندي هون loaded area 1 وهون عندي loaded area 2، يعني عندي two loaded area، two loaded area، يعني هذا اسمه Q1 وهذا اسمه Q2. وحكالي احسب ال vertical stress increase عند النقطة هاي. تالي شو بعمل؟ هذا مباشرة بقدر احسب ال delta stress increase إله. ليش؟ لأن هالزاوية بالكورنر تبعه. ولكن هذا شو مشكلته؟ مشكلته إنه مش عنده. شو بسوي؟ بعمل شكل بحيث أوصل لعنده. هسا مش شرط يكون نفس الارتفاع، مش شرط يكونوا نفس الارتفاع. فهذا I1 مثلا، هذا I2، وهذا ايش؟ I3. حتى الستريس انكريز تكون عبارة عندي عن Q1 في I1 مثلا زائد او زائد Q2 في I2 ناقص الستريس الناتج عن هذا الشكل، الستريس الناتج عن هذا الشكل واللي هو راح يكون ارتفاعه نفس ارتفاع Q1 في I3. طيب فهي حالة مهمة. طيب نفس الاشي لو حكينا عندي لود زي هيك والنقطة جاية هون، مش على نفس سوا هذا، يعني مش نفس الحالة هاي، لا جاية هون بعيدة لتحت نازل نزول. شو بسوي؟ بعمل مربع كبير، بعمل مربع كبير زي هيك. طيب وشو لازم اعمل؟ لازم اكمل هذا الشكل الكبير له كورنر، بس هذا الشكل الصغير مش كورنر. شو بدي اسوي؟ بدي اسوي اضطر اقسم الشكل هذا زي هيك، اضطر اعمل زي هيك. طيب هون في مشكلة، هون في مشكلة. لو سميت لك هاي A B C D E F G K M، شو المشكلة هون؟ بقول لك أنا هذا I1 ما اختلفناش فيه، إله طول معين، يعني بحسب الستريس انكريز إله دلتا ستريس من A B G K، رح نقص منه مثلا القطعة هاي ونقص منه اللي هو B C K M، بدي اطرح منه جي اي جي كي اف اي، بدي اطرح منه كي ام اي دي. لكن في مشكله، انا في شكل كبير، الشكل الكبير اللي فوق
الشكل كبير اللي فوق. فشو راح يصير عندي؟ شو راح يصير عندي؟ انه زي ما حكينا هذا الشكل هاي لحاله، كيف شو كيف خليته يكون مربع، خط مربع كبير اللي هو A B A. هذا السنة مش راح يكون A B G K، راح يكون A B C D، آسف راح يكون A B C D عشان تكون نقطة كورنر. فبالتالي ليش A B C D؟ أنا شوي معجوق، لا شوي خلنا نعيدها خليني أعيدها. طيب راح يكون عندي stress increase ناتج من A C D F اللي هو الشكل الكبير. هسا هو كونه جزء من اللود فهو موجب، هو الشكل مش تخيلي، أو أوكي هسا هو الشكل تخيلي، جزء منه تخيلي وجزء منه عادي. فشو عملت أنا؟ فرضت له كامل موجب. شو بدي أعمل هسا؟ بدي أطرح منه هذا وهذا وهذا ناقص الستريس الناتج عن B C مثلا D E، ممكن أقسمه زي هيك اللي هو الشكل هذا، خلينا نرسمه باللون النهدي عشان تكون النقطة بالكورنر، لأن لو عملته أنا زي هيك ما راح تكون بالكورنر، فأنا كنت أول شي حال غلط، ما راح تكون بالكورنر. ناقص الستريس الناتج عن جي أم دي أف اللي هو الناتج عن الشكل هذا، لازم تكون النقطة بالكورنر. تمام، هسا شو المشكلة؟ المشكلة إنه هاي النقطة أو هذا المربع اشترك بمربعين اللي هو هذا وهذا. فشو بعمل عشان أتفادى الطرح مرتين؟ بجمع الستريس الناتج عن كي أم دي إي. فهيك شو بعمل؟ هذا المربع اللي كان مشترك مرتين زي كأنه انطرح مرة واحدة، أما أنا لو ظليت على هذا الشكل اللي زي هيك رح يكون أنا طرحت مرتين، وهذا الشيء غلط. أنا ممنوع أطرح مرتين، لازم أطرح مرة واحدة. فشو اضطريت أجمع الستريس الناتج عن هذا. طبعا كيف بحسب الستريس؟ كلهم نفس الكيو لأنه شكل واحد، فالكيو ثابتة، بطلع آي لهذا وآي لهذا وآي لهذا وهاي لهذا. كيف بطلع الآي؟ بناء على بي وزد وإلى آخره. أهم شيء نميز الشكل. كيف أهم نقطة النقطة اللي بدي أحسب لها الستريس لازم على زاوية الأشكال، لازم على زاوية الأشكال بس. يعطيكم العافية، بضل علينا الإمباكتمنت وبروبلم إن شاء الله.